تنجموا تشاركوا معاها كان تحبوا تحكيوا تجاربكم مواضيعكم، خاصة الناس اللي عديت التجربة تعديت بالتجربة هذه وانا جزتها، تنجموا تبعثوها على الفيكس نتاع الإذاعة الوطنية. مرحبا بكم، هذه استوديو الوطنية في الانترفيو توتسويت. نستقبل ضيفي رئيس المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم السيد بشير سعيد. الانترفيو مع زينة. اهلا وسهلا، تحياتي ومرحبا بك سي بشير، ومنورنا اليوم في استوديو الوطنية. اهلا وسهلا ومرحبا. المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم تقر بشفافية الانتخابات الرئاسية 2024، باش نرجع على بيانكم باش نرجع على التفاصيل، ولكن اليوم لمن يجهل الدور التي المحكمة الإدارية المحكمة عفوا الدولية الدائمة للتحكيم اللي عندها فرع في تونس اليوم؟ لا هي الأصل في تونس. نعم الأصل في تونس، تونس موريتانيا وعديد الدول طبيعة الحال. يمثل المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم عديد المنتسبون للمحكمة في مختلف الدول والأقطار. في البداية أريد أن أحييكم وأحيي كل من يستمع للإذاعة الوطنية التونسية. نعيشك، شكرا. المسار فالدور متاعكم بالأساس كيف خدمتكم في على ما ترتكز قبل ما نجي طبعا نرجع للبيان وللملاحظة الانتخابات اللي أقاريته بشفافيتها. المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم في محيطها المحلي والإقليمي والدولي هي محكمة لتكوين الكوادر من خاصة الخاصة أو المنتسبين للمحكمة، يدوم هذا التكوين عامين وثلاثة أشهر. تنتقي المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم المنتسبون من يستأنس في نفس القدرة على أن يكون محكما دولي من تتوفر فيهم شهادة العليا. ستاديق با فورسيمون يكون ماجستر، مش بشرطه يكون قاضي. ليس بالضرورة، ولكن هناك سادة قضاة منتسبون لهذه المحكمة. دونك عندكم قضاة؟ نعم منتسبون إلى المحكمة الدولية. نعم. بنكجية موجودين؟ نعم. يحسن. نعم نعم. لحسابات. نعم. مثلا اللي ماهوش قاضي وينضم لكم قديش فترة؟ عامين وثلاثة أشهر. تكوين. نعم. فين يتم تكوينه بتاعه؟ في المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم. في كل ما يخص الأمور القضاء بطبيعة الحال. عندما نتحدث نحن عن التحكيم الدولي نتحدث عن قضاء بديل. القضاء الأصلي هو أن يكون قضاء عدليا أو إداري. والقضاء البديل هو أن يكون هناك التحكيم باعتباره هو تشريع بديل وقضاء بديل. واليوم في العالم نجد مؤسسات تحكيمية تضاهي المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم وأيضا تتفوق عليها، ولا سيما غرفة الاستثمار الأمريكية وغرفة الفرنسية، وإن كنا مع الغرفة الفرنسية أصبحنا في ذات الموقع الحقيقة الدولي. المحكمة الدولية لها ممثلون مختلف الدول والأقطار، وتكون باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية أيضا، ولنا ممثلون على أيضا وفق أحكام الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 27 من شهر جانفي في 2023 و4 أكتوبر 2023. المحكمة تنتصب في محيطها الدولي كمراقب دولي، وتشرفنا بطبيعة الحال بمراقبة عديد الانتخابات الدولية أخيرها بطبيعة الحال الانتخابات الرئاسية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. وبتونس بطبيعة الحال المحكمة جندت كل طاقتها للمتابعة الدقيقة للانتخابات، وفي تقريرها يختزل أنه لا شيء يدعو إلى الشك أو التثريب في هذه الانتخابات. هني جاية التقرير ما زلت قادم، نحب نعرف سي البشير دايغ أكثر. الناس بالمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم اللي تأسست بالأساس في 2019. نعم. نعم. وهي في تونس دايغ بطبيعة الحال مقرها الرئيسي بتونس، ولها ممثلون عبر الدول والذين راقبوا منهم ليسيا لوتشاك بلندن التي راقبت الانتخابات، منهم السيد يعني نائب الرئيس سليمان العزاوي الذي راقب الانتخابات بدولة العراق، مثل السيدة ناجية بنت سالم بنت أحمد سالم بالجمهورية الإسلامية الموريتانية وراقبت الانتخابات بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وعلى ذلك فقس كثير من المنتسبين. الكفاءات الدولية موجودة للمراقبة حسب أحكام الرائد الرسمي للجمهورية. بالتالي اليوم نحكي على محكمة دائمة للتحكيم
الهدف نتاعها بالاساس وهدف الوجودها بالاساس هو التحكيم وفض النزاعات التحكيم وتسويه المنازعات بين الدول بين المنتسبين لمختلف الدول والاقطاب ليس بالضروره ان تكون بين الدول فتطورت بعد دول التحكيميه معاصره متعدده الاغراض اختصاصها ايضا انها تراقب كمراقب وايضا يستعان بها للاعداد في الانتخابات ايضا بالنسبه للنزاعات بين المجتمع الدولي النزاعات بين المجتمع الدولي أنا القضية التي نظرنا فيها هي القضية الفلسطينية وحكمت المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم بالإدانة وشرفنا أيضا أن غزة ورفعت مباشرة الدفاع المدني بغزة رفع المظلومية للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم وكان بحضور بطبيعة الحال سعادة سفير فلسطين في تونس وبطبيعة الحال بالحياد والاستقلالية المطلوبة حكمت المحكمة بإدانة الكيان المحتل وهو كذلك نرجع لتونس لآخر وعدد القرار 131 لسنة 2024 والبارح المحكمة الدولية الدائمة بتونس أصدرت بيان أو الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات والمنازعات الانتخابية بالمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم في تقريرها النهائي أكدتم أو أكدت الهيئة على سلامة وشفافية الانتخابات الرئاسية اللي صارت في تونس لحد 6 أكتوبر الجاري تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقولوا لا لقينا تأثير على الناخبين هناك الشفافية والأمور تمت في كنف الحياد والالتزام بالمعايير الدولية نسألك لهنا سي بشير سعيد نقول لك هل لديكم مراقبون تابعينكم في المحكمة هبطوا بطبيعة الحال نحن عندما نجند من يراقب هذه الانتخابات يقوم بها بالحرية المطلوبة ويوجه تقريره للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم جمعنا كل مختلف هذه التقارير لم نلاحظ ما من شأنه أولا أن يدعو للشك أو التثريب في مستوى مجريات العملية الانتخابية لم نجد مظاهر يمكن أن تؤدي إلى القول بعدم شفافيتها أو عدم إمكانية القول أيضا بأن هذه الانتخابات كانت موجهة المسألة هذه على قدر كبير من الأهمية لم نلاحظ هذا وطالما أنه لم يقع ملاحظة ما من شأن يدعو لهذا الشك أو التثريب وأن الخروقات لا ترتقي في كل الحالات إلى بطلان هذه أو الشك في هذه الانتخابات فالمحكمة الدولية تقول بكل الوضوح أن هذه الانتخابات شفافة ولا غبار عليها قدش من ملاحظ تقريبا بتبعة أهم المكاتب والولايات اللي وصلت لها بشيء بالنسبة لنا احنا كل المحكمة الدولية دائما التحكيم كان بتراب الوطني ل 24 مراقب وببقية الدول العالم أخذنا السادة رؤساء الفروع الذين جن بتبعية الحال لأن هناك من يمثل هذه المحكمة وكنت قلت أن السيد سليمان العزاوي الذي راقب هذه بدولة العراق السيدة ناجية بنت أحمد سالم التي راقبتها بالجمهورية الإسلامية الموريتانية السيدة ميليسيا لوتشاك وهي بريطانية بلندن وعلى ذلك فقس إذن الذين راقبوا هذه الانتخابات أيضا هم ليس تونسيون ليس بالضرورة أن يكون تونسي وبالتالي الذين قدموا التقرير يعني ملاحظين سميع دولي أجانب ومنتمين للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم والمحكمة كما تعلم أن ما يميزها على البقية أنها تؤدي المنتسب إليها سواء كان محكما أو محكما دولي درجة ثانية محكم قاضي يؤدي القسم وفق أحكام الرائد الرسمي المذكور أمام الرئيس الأول للمحكمة الدولية والهيئة الحكمية وفي أثناء التقرير متاعكم اللي نشرتوه إلى من يرفع في النهاية؟ بطبيعة الحال نحن نرفعه إلى الرأي العام الدولي وهذا الصباح قبل كنت مع إذاعة مونتي كارلو التي كان للمحكمة الدولية صداء لها وتفاعلت وكانت عديد الأسئلة والاستفسارات والحمد لله لم أجد من المذيعة التي دياتر التي تكلمت معنا لم نجد أن المحكمة الدولية غير معروفة بل بالعكس هما يلجؤوا لكم في الحالات كما هذه لأنكم عندكم مصداقية وشفافية دونك وقت اللي في يمشوا المحكمة الدولية وتقريركم يكون فاغم نهائي اليوم ويفصل بين الجدل والنزاع بالنسبة لنا عندما نتحدث عن النزاعات الانتخابية عندما يكون بالنسبة لدول
خارج تونس. ولكن بالنسبة لتونس كما تعلم أن هناك هيئة عليا مستقلة للانتخابات يترأسها قاضي، وهذه الهيئة لا تثريب عليها، وهذه الهيئة مستقلة أيضا وقامت بهذه العملية بكل ما يقتضي الشفافية، فعملها لا يكتنفه أي غموض أو تثريب للأمانة. ونحن كما قلت هناك أمانة لابد أن نقول بها. ثم راقبتوا عمل الهيئة، راقبتوا من نحن راقبنا صناديق الاقتراع أولا وقفتوا على صناديق الاقتراع دقيقة. بالنسبة لعمل الهيئة هي فوق المراقبة، المحكمة الدولية لا يجوز لها أن تراقب هيئة مستقلة، ولكن نحن نراقب العملية الانتخابية كيف تمت. هذا هو المسؤول. تبدأوا من لحظة فتح صناديق الاقتراع والمكاتب الثمانية للست بطبيعة الحال وفي ساعات مختلفة، في ساعات مختلفة. كيف تمشيوا تزوروا مثلا مركز اقتراع معين تكون مكشوف الهوية نتاعكم؟ ليست مكشوفة لأنه عادة ما يكون مخترعا، وإذا كان أجنبي بطبيعة الحال أنه يكون مكشوف. أما بالنسبة لتونس هذا هو نجاح المحكمة الدولية. دونك راقبتوا من غير ما يعرفوكم، راه هذيك ملاحظ أو مراقب للمحكمة بطبيعة الحال، لأن المحكمة الدولية في قراراتها هي قراراتها سرية وليست علنية، لأن التحكيم الدولي يجب أن يكون سريا في قراراته، والمكشوف هو تقريرنا النهائي الذي بين يديك. وأصدرنا هذا التقرير بعد 3 أيام بعد أن نظرنا وسمعنا، وما سمعته الآن يؤكد أن المحكمة الدولية في صراط في يعني في الطريق السليم، باعتبار وأن لا وجود لمعارضات أو لا وجود لتثريب حتى في هذه اللحظة. تحكي حتى لليوم ما فماش يتعو، لا وجود لتعو. هذا ما معنى أن ما تقوله المحكمة الدولية هو كان بحياد واستقلالية ونزاهة ومهنية عالية. أهم الملاحظات اللي جيت وانتم تراقبوا في الانتخابات؟ ملاحظات مثلا ما تنسى بلاد تونس رئيسنا هذا عن بعد، أما لا وجود مثلا لتعليق صور مثل ما لاحظناه في 2014. يعني تأثير على الناخب لا وجود، ما فماش بعود لتأثير على الناخب أو فيما بعد ما لاحظناه في بعض الدول، لأن بدأنا عملية بصفة رسمية في 2019، لكن أنا كمواطن في 2014 لم أكن مغيب، كنت ألاحظ وأرى. اليوم صراحة لا وجود لأي إكراه، وهذا شرف الحقيقة. ما فهمش تأثير على النخب، لا وجود لتأثير على النخب، لا وجود لإعاز انتخب فلان أو فلان أو فلان. لا قريت وطلعت على بعض الملاحظات لعدد من المراصد الأخرى اللي لاحظت الانتخابات، تتفقوا معهم في بعض الملاحظات في بعض النقاط اللي أشاروا لها؟ أولا كل الملاحظات لا ترتقي إلى الطعو. أيوة. والدليل كما أقول وأرجع للمرجعية أنه لا وجود لطعن إلى حدود هذا. بمعنى ذلك مضي ساعتين وثلاثين دقيقة، لا وجود لطعون حتى وأن ظهرت هذه الطعون، حتى وأن ظهرت، فأنا أتأكد وأنا أعرف ما أقول، لن تصل إلى درجة الطعن الذي يفسد الانتخابات. دونك أنتم تقولوا لو على عكس مثلا فما بين قوسين بعض المنظمات مش نسميهم تحدثوا قال لك لقينا شكون في مكتب معين، مش الكل معني، فما شكون سلم على اللي بعده وقالوا انا انتخبت زايد او سلم عليه وكا هو اعتبروها حتى كي ما قالش لو انا انتخبت، اما مجرد السلام يقول لك لا اثر عليه خاطر هو وجه معروف او اولا التاثير اكون واضح معك. ايوه هناك رصيد للمترشح، وانا هنا رصيد للمترشح. الرئيس الناجح والفائز في هذه الانتخابات هو الرئيس قيس سعيد، أليس كذلك؟ اتركيني كتونسي أتحدث أيضا هذه اللحظة، عبر سيبك. أنا الحقيقة الرجل قريب للشعب ولا أزايد على ذلك، يعني بعد الإعلان عن الانتخابات خرج إلى شارع الحرية، وأنا أعرف هو كبت انتخابات في دول إفريقية، شارع بورقيبة، عفوا شارع حبيب بورقيبة، نحن في شارع الحرية، سمعني شارع حبيب بورقيبة. يعني الخروج هذا يدل على أن الرئيس ملتحم بالشعب، وهذا هام جدا الحقيقة تلاحظه، وهذا لاحظه حتى ملاحظون دوليون، ولم ألاحظ وأنا، ملاحظ الاتحاد الإفريقي كان واضحا في تصريحاته، قال ما قلته تقريبا، لا وجود لشيء يمكن أن يدعو للاحتراز في هذه الانتخابات، فشفف بالمعنى القانوني للكلمة، لأن هناك شرعية ومشروعية،
من الشرعية أن ننتخب. الشرعية من الصندوق، المشروعية من الشارع. من الشارع. هذا الجمع بين الشرعية والمشروعية لرئيس دولة، هذا يعتبر مفخرة للبلد، لتونس ولكل دولة، حتى ولو كان الأمر مثل ما كنت وضحت لما كنا نراقب الانتخابات بالجمهورية الإسلامية الموريتانية على سبيل الذكر للحصر. شو اللي يختلف بين الانتخابات الرئاسية في تونس وانتخابات في دول أخرى مثلا اللي تنقلت لها لحظة؟ بطبيعة الحال لا، قد لا تجد هيئة مستقلة للانتخابات، ويطلب من المحكمة الدولية أن تدلو بدولة دلوية في مسألة هذه في رأيها أيضا، كيف أو كيف تنصح بأن تدور هذه الانتخابات، يأخذ برأيها أيضا. شو أهم النصائح اللي قدمتها ربما؟ نعم، هل أول شيء غياب هيئة انتخابات أو أول شيء يفسد سير الانتخابات؟ أو أول شيء نقول بضرورة أن يكون هناك هيئة مستقلة للانتخابات كنصيحة، معناها باش تخرج على وزارات الداخلية في عدد في عدد الدول. أيوة. وهنا واجب التحفظ لأسمي الدول، مش حتى انا مش نطلب بطبيعة الحال، علما واني الجمهورية الإسلامية الموريتانية فيها هيئة مستقلة للانتخابات، حتى نكون واضح. صحيح. هنا وكنت إلى جانبي. بالنسبة للهيئة دورها هو أولا ضبط القائمة، قائمة المنتخبين، من تتوفر فيه هذه الشروط، دعوة الناخبين، ثم المراقبة، تأمين صناديق الاقتراع. يكفي أن نقول، وهذا ما فخر لتونس أخذه لإذاعة مونتي كارلو، أن في كل وقت 8 صباحا لا تجد مكتب مغلق، وهذا ليس بسيطا، وهذا يعني أن التونسي فعلا واعي بحركية الزمن بقطع النظر على الناجح والغير ناجح. الناجح هو تونس في النهاية، يعني هذه الانتخابات حتى الرأي العالم الدولي يؤكد على أن الناجح هي بلدنا، هي تونس. لم يقع فيها أي شيء يدعو للاحتراز، لم تقع فيها مسائل ممكن أن تجعل هذه الانتخابات مداعاة للشك أو التثريب. أنت تدخلت في وسائل إعلام أجنبية. نعم. الرسالة اللي حسيتها بعد ما تحدثت، هل اليوم واضح للعالم، خاطر مش الناس كل تكون بين المؤيد والرافض معروفة، ولكن حتى بعض وسائل الإعلام الأخرى اللي حاولت ربما تشكك انتقدت رغم أنه صندوق قال كلمته ما زالوا لليوم يكتبوا، هل قاعدة توصل في رسالة وتحسها وصلت ربما الرسالة، لأنه رغم كل ما قيل ويقال العملية مرت بسلاسة والشعب قال كلمته؟ أنا كنت مع السيد العميد بصرة وهو من الجزائر. نعم. جزائري. والانتخابات دارت بالجزائر، وكنت مع ناجية بنت البشير ودارت الانتخابات بموريتانيا، وكنت مع آية الله دياطر كذلك أيضا في المغرب. هؤلاء كلهم على ماذا يتحدثون؟ يتحدثون عن النزاهة، يتحدثون عن النموذج التونسي. أيوة. يكفيني فخرا أنا أن يقول النموذج التونسي، النموذج التونسي اليوم مثال يحتذى به، يحتذى به في من حيث عن هيئة انتخابات والأمور مرت بسلاسة، أو من حيث الشعب، من حيث الصندوق، من حيث شنو اليوم نحن نموذج؟ أولا النموذج أن هناك هيئة مستقلة للانتخابات. أيوة. النموذج أن هناك صمت انتخابي. والنموذج أنه يجرم كل ما من شأنه أن يحول دون ممارسة الحق والواجب الانتخابي، وهو أن هناك محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعون، وهذا هام جدا، لأن اليوم عندما نجد القضاء العدلي والقضاء معني، القضاء الرسمي معني بالنظر، فمعنى ذلك أن هناك فصل للسلطات وأن هناك ديمقراطية. بالتالي المحكمة الدولية دائما للتحكيم التي أقرت بشفافية الانتخابات الرئاسية 2024 تعتبر أنه احنا اليوم تونس على السكة، على الخط، عنا هيئة، الأمور ماشية بنصابها مكتمل. حتى لا أكون مداحا. أيوة. وحتى ألزم نفسي واجب الحياد والاستقلالية. نعم. أقول بأن تونس قادرة على أن تنجز الأفضل، ما أنجز هام وما ينتظر أهم، لأن اليوم بطبيعة الحال الاستحقاق تم. نعم. ولكن كما تعلم من البرنامج الانتخابي للفائز الرئيس قيس سعيد يستمد من الشعب، هذا ما يقوله هو نفسه وما يقوله الشعب الملتف من حوله. هو عملنا مسائل اقتصادية لابد أن يقع الاهتمام بها، ولا أظن أن العقل والفكر التونسي الواعي بحركية الزمن المؤمن بالنقد يمكن إلا أن ينجح،
ويكتب عليه إلا النجاح. لكن كل ذلك نسبي. ما معنى ذلك؟ لأن من يخطئ من؟ الذي يعمل. ومن الذي لا يخطئ؟ الذي لا يعمل. مشكلتنا أن هناك من يعمل وهناك من يراقب الذي يعمل. فكل بطبيعة الحال هذه الروح النقدية التي لا تقابل بالزجر. أيوة. لا وجود لشخص أدى برأيه في الانتخابات. أنت أعطيتها باللغة عربية محترمة. تقول اللي الناس تخدم والناس تنبر، هذا هو. الناس تعس عليه يخدم. لا، أنا أريد أن أقول في كل بلد، ولكن أخطر الأشياء هو هذه، ولكن أفضلها من يعمل ويخطئ. كل من يعمل وارد أن يخطئ، جل من لا يخطئ. ولكن ما حصل بتونس يبقى مفخرة لتونس ومثال يحتذى به. هذا الأخوان الأجانب الذين راقبوا العملية الانتخابية قالوا هذا وصرحوا به لوكالات أنباء عديدة. ليس بسيط صراحة أن يؤتى بإذاعة مونتي كارلو حتى تسأل رئيس الأول المحكمة الدولية. أنا أعرف ما أقول يعني. سألت لأنها تعرف مصداقيتنا في حد ما نجم يشكك في مصداقيتكم. لا لا، مصداقية المحكمة، ولكن إلى جانب ذلك مصداقية المرحلة في تونس. يعني مرحلة فيها مصداقية. أيوة، وبينكم كان سريع، ما بتيتوش معناه يعني مباشرة. يعني لما تقرير وتقرير كان واضح. أهل مكة أدرى بشعابها، فإذا كنا لم نتلقى طعونا بمعنى ذلك أن هناك سير عادي قانوني ولا تثريب عليه. فماذا تريدني أن نقول؟ أقول لابد من الطموح للأسمى. نعم. أقول أنا ما أنجز هام، ولكن ما ينتظر أهم، لأن تحويل كل ما هو نظري إلى تطبيقي، وكل هذه طموحات الشعب لابد أن تترجم إلى قرارات. وهذا لما أقوله أنا الرئيس، لما خرج لشارع حبيب بورقيبة كان يتحدث للمواطنين، كان يتحدث للمواطنين وللأعلام، ما يقول بهذا الكلام. نعم. بحيث أن هناك كما قلت مسار جديد فيه كثير من الإيجابيات. مرحلة جديدة بما تعني الكلمة. نتمنى أن نوفق فيها. لا أحكم، أنا رجل أؤمن بأن الإنسان طموح للأفضل، ومن طبيعتي أني أنظر للأشياء وأقطع مع التشاؤم ديما بتفاؤل. فأنا أعتقد أن تونس ستكون أفضل. أحييك على تفاؤلك سي البشير سعيد، رئيس المحكمة الدولية للتحكيم. فقط نذكر وأنه من المفروض في إطار أن خذينا مدير الحملات، خذينا مدير حملة قيس سعيد، مدير حملة عايش زمال، وكان بيودنا ناخذ مدير حملة زهير المغزاوي، واتصلنا بالسيد المغزاوي وبمدير حملته وبعدة أطراف أخرى، ولكن كنا وجهنا لهم الدعوة لكن اعتذروا عن الحضور، ولهم الحق في إما القبول إما الاعتذار، عندهم سديد النظر. بعد شويه تجيكم ملك ابارتيغ من ماضي ساعتين، ملك يزيد في بيت العيله الفوروم اللي تلقاوه كل نهار خميس من ماضي ساعتين للماضي ثلاثه. موضوع اليوم الطلاق الصامت، تحبوا تحكيوا على تجربتكم الطلاق الصامت، الناس اللي لطف عليهم عايشين حاليا، او الناس اللي مرت بالمرحله، كيفاش كانت النتيجه وغيرها. تنجم تتواصلوا مع ملك يزيد على الفيكس الخاص بالاذاعه التونسيه. اجمل تحيه زينه زيدي وكامل فريق استوديو الوطنيين، خليكم مع بعد ثواني يلتحقوا بنا زملائنا من قسم الرياضه السي بشير مجددا. شكرا، تحياتي لكم، بسلامه، شاي طيبه، في لمن.